تعالوا يا حبايب قلبي اقول لكم انا عملت الجمال ده ازاي. اختراع سهل وبسيط جدا وتحفه، حاجه كده مش هتقدري تقاوميها يعني. اللهم بارك. انا بصراحه وانا بصور ما قدرتش اقاوم جمالها، بقيت ادوق كده حاجه يعني اللهم بارك. عندي كيلو من اللبن، 3 معالق من السكر، السكر ده على حسب الرغبه. هنا انا بنخل 4 معالق من الدقيق، 2 معلقة كريم شانتيه، فانيليا، عندك برتقان حط نص كوبايه، ما عندكيش كياس اللي هي المغلفه ديت هتحطي معلقه اللي هي كيس من السوبر ماركت ده، وتقلبي كله في قلب بعضه كده. ولو عندك بقى حطيت معلقه قشطه كده وقلبي كله في قلب بعض، وهتحطيها على النار على نار هاديه وتنيكي تقلبي فيها كده لحد ما تديكي القوام التقيل. ايه حتى النابوس طعم تحفه. وتجيبي القالب بتاعك بقى وتحطي ايه، انا حطيت كيس كده فيه اللي هو بتاع السندوتشات، فتحته وتحطي كده اللهم بارك. لو عندك صينيه هتعملي نفس القصه برضو، وبعد ما خلصتها رحتي جايه مقفلها على طول وتقدر حطيها ايه ربع ساعه في الفريزر. بص اللهم بارك، وتقلبيها كده بقى وتقدمي. لو جايلك ضيوف، لو لاطفالك في البيت هتقطعيها وتقدمي لكل واحد كده، جميله جدا وساقعه وطعمها يعني مش قادره اقول لك القوام بتاعها والطعم حكايه، ومغذيه كل الحاجات اللي فيها مغذيه. انا حبيت ادلع بقى نفسي وعيالي والناس اللي جايه لي. بص اللهم بارك، طعمها تحفه جميله جدا. بص اللهم بارك، ومغذية كل اللي فيه حاجات مغذية. أتمنى تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل